تفقد الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط المخزن الإقليمي للأدوية ومستشفى الرمد بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك للتأكد من توافر الأرصدة الكافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر المخزون الاستراتيجي منها بكميات كافية، وكذلك سير العمل بأقسام مستشفى الرمد بحي شرق للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى. وحرص المحافظ خلال الجولة على تفقد أقسام المخزن الإقليمي للأدوية والذي يضم أدوية المستشفيات والوحدات الصحية والأمصال والطعوم ومخزن أدوية تنظيم الأسرة ومستلزمات القسم الاقتصادي. كما تفقد المحافظ مستشفى الرمد وتابع سير العمل بأقسام العمليات.